هذا السائل يقول: ما المقصود بالوسطية؟ هل الوسطية كما يعبر عنه أهل الضلال ومن شاكلهم بأنه إذا تعارض حرام وحلال فإنه لا مانع بأن يكون وسطا في ذلك، فما توجيهكم؟ كيف يكون وسط في هذا؟ إذا تعارض حلال وحرام يأخذ الحلال ويترك الحرام ولا يأخذ الحرام، هذا إذا اشتبه ما يدرى هل هو من الحلال ولا من الحرام، هذا هو الذي يتوقف فيه حتى يتبين، يتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذا في المشتبه. أما الحرام الواضح هذا ما هو محل اشتباه، هذا يجب تركه والابتعاد عنه. نعم.